شمابه وبرو روحه قاديش وحاضر له شرير أمين. قاديش 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 مريو حيثون وهودم لين شماي ورعم تشبحوثي وشعن بمرومي برخديث ووثي بشم المريو تشبحتو بمرومي. قاديشات الله هو قاديشات حيثون وقاديشات لهم ميوث ودس بتحلو فين ترحام علينا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ينصر بتعودا عنا ارحمنا. قادشات الله قادشات حيثون وقادشات لمو يوث ودس بتعرف يترحم علينا. مورا يترحم علينا مورا الحس رحيم علينا مورا نير رحيم علينا. شبحوا لك موران شبحوا لك موران شبحوا لك سبران عبدي. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ وساء إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك ملك القوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. يا إلهنا العظيم كثيرين بظنوا هلا إنك أنت غاضب وساخط منتقم على العالم، أما أنا يا رب فمدرك كثير كويس إنك من فرض محبتك إلنا وإلي شخصيا لكل واحد فينا سكرت العالم كله من أجلي ومن أجل كل شخص. لعلنا يا رب نقدر نبحث عنك عشان يا رب ما تجبرنا في الجلوس معك، لأنه نحن دائما عم نهرب من الجلوس معك، ولكن أنت يا رب عم تجبرنا هلا بمحبة إنه نرجع نتكلم ونتحاور ونتحاجج معك، مش كإله قوي إنما وليس كإله بيستعرض جبروته، إنما إله بده ياني أخضع لمحبته وإرادته بكل رحمة وكل رضا، ما بده ياني أخضع بإكراه، ولكن كأب غيور شفوق بيخاف على ابنه عشان ما يبتلعه العالم وتهلك نفسه. كتير يا رب ما أمرتني إنه أدخل لمخدعي وأغلق بابي وأنفرد فيك وأقعد مع ما تحبه نفسي، ولكن يا رب انفرد شقاوتي، كنت مشغول دائما بخدمتي مشغول بحياتي مشغول بأمور كتير لهتني عنك. كم رسالة يومية عم توصلني منك بكتابك المقدس عن طريق كهنتك بالاعتراف بسماع كلمتك بالقداس بكل صلواتي، عم بتقولي يا ابني أنا اشتقت لك، أما أنا فبسذاجة عم بحط أعذاري ومبرراتي كل يوم وعبث حاولت ترجعني كتير إلك بتجارب قاسية تخليها تصير قدامي تحدث معي تحدث للآخرين، وأما أنا يا رب فعم بكتفي بس بالصلاة من أجلهم بشكل سطحي، عم ما بعد أصلي معك، بنام بتختي وبصلي لحالي بحكي كلمتين كأني صليت وعم بقنع حالي إنه أنا صليت. أما هلا يا رب أنت خليتني أنحشر، أنا عم بشعر نفسي كأني في سجن، كثيرين بشعروا في هذا الشيء يا رب، ممكن هذا الشيء يخليني أفوق من غيبوبتي وأنسى العالم كله وألتفت لنفسي. يا رب اجعلني أبكي على خطاياي، اجعلني أندم على خطاياي وأنحني قدامك وأغلق الباب تبع مخدعي وأجلس معك وحدك أنت لترتاح نفسي وتلتقي في حبيبة. يا رب امتحني جربني، ولكن يا رب برحمة من عندك مش بعدل، لأنك أنت أبوي أنت الحنون والشفوق علينا وأنا ابنك. اليوم في هذا عيد البشارة يا رب بنقدم لك صلواتنا وقراءاتنا من أجل ترفع مثل ما ارتفعت على الصليب وعطيتنا بهذا اليوم نحتفل في ارتفاع عيد الصليب في منتصف الصوم. تعطيني يا رب استشهد مع الشهداء اللي استشهدوا لاسمك، استشهد عن ذاتي أموّل ذاتي وإرادتي من أجل يا رب إنه أعيش فيك أعيش في إرادتك. يا رب مو بالسهل إنه يلتقي عيد بشارتك مع عيد ارتفاع الصليب، ولكن في هذا اليوم أنت خليتهم يلتقوا من أجل تعطيني بشارة الخلاص بولادتك
وانه تتميمه رح يصير بارتفاع صليبك لكل انسان. اجعل صليبك يا رب يفوق رؤوس الجميع، ينتصر يا رب على كل شر، ويكبر يا رب وينتشر ايمان الناس فيك في هاي اللحظات يا رب. ونطلب من اجل العالم ومن اجل كنيستك ومن اجل كل الاساقفه والبطاركه، من اجل كل الكهنه الرهبان والرهبات، الخوارنة والخوريات، الأساقف الشماسات، كل الناس يا رب، كل الناس يا رب. نطلب من أجل الرؤساء، من أجل الناس الموجوعة، من أجل الناس المريضة، من أجل الناس الأصحاء. نطلب منك يا رب تعلمنا نعمة التمييز، تعلمنا نميز، أعطينا يا رب بنعمتك نتبارك. وهلا يا رب تقبل صلواتنا من أجل البشر اللي عم بيصلوا معانا اليوم، تقبل كل شيء في قلوبهم، ارفعوا يا رب عند عرشك، واستجيب يا رب لنا بشفاعة العذراء مريم اللي فاقت يا رب قداستها كل البشر. قراءة من سفر الحكمة الإصحاح 11. لكنك يا رب ترحم الجميع لأنك قادر على كل شيء، وتتغاضى عن خطايا الناس لتمهلهم حتى يتوبوا. وأنت يا رب تحب الوجود كله ولا تبغض شيئا منه، وإلا لما كنت أوجدته. وكيف يدوم ما لا تريد دوامه، بل كي يستمر إلا بأمر منك. وإذا أبقيت على شيء فلأنه لك أيها الرب الذي تحب جميع النفوس، ولأن روحك الخالد موجودا في كل شيء، فأنت به تؤدب الخاطئين برفق، وتذكرهم بما يخطئون به، وتنذرهم ليتركوا الشر ويؤمنوا بك أيها الرب. آمين. آمين. نصلي المزمور أحبائي مع بعض، مزمور 101. لك يا رب أرتل بتعقل أسعى إلى الكمال، مهما يا رب حل بي بقلب سليم أسلك في بيتي. ولا أضع اللوم أمام عيني، أبغض أعمال المتقلبين، فلا تعلق أبدا بي. اعوجاج القلب بعيد عني، ولا أريد أن أعرف الشر. أسكت من يختاب الآخرين، ولا أجالس المترفع المتكبر. ليت أمناء الأرض يقيمون معي، والسالكون طريق الكمال يخدمونني. لا يقيم في بيتي من يعمل بمكر، ولا يقف أمام عيني من ينطق بالكذب. أبيد في الحال جميع أشرار الأرض، فينقطع من مدينة الرب كل من يفعل الإثم. مزمور 102. يا رب استمع صلاتي، وليصل إليك صراخي. في يوم الضيق يا رب لا تحجب وجهك عني، أمل أذناك واجبني سريعا يوم أدعوك. أيامي تلاشت كالدخان، وعظامي تجمرت كالوقود. أصيب قلبي ويبس كالعشب، حتى سهوت عن أكل خبزي. من صوتي نواحي يا رب لصق جلدي بعظمي. صرت شبيها بغراب البر ومثل بومة الخرائب. أسهر الليالي وحيدا كعصفور منفردا على السطح. يعيرني أعدائي ليل نهار، والمهللون لي يشتمونني. آكل الرماد مثل الخبز، وأمزج الشراب بالدموع. من شدة سخطك وغيظك رفعتني عاليا وطرحتني. أيامي كظل مائل، وأنا يبست كالعشب. وأنت يا ربي مقيم إلى الأبد، وإلى جيل فجيل ذكراك. ستقوم وترحم صهيون، فحنانك حان موعده. عبيدك يسرون بحجارتها، ويحنون حنينا إلى ترابها. ستخاف الأمم اسمك، وكل ملوك الأرض مجدك. عندما يبني الرب صهيونا ويتراءى في بهاء مجده، يلتفت إلى ابتهال المحرومين ولا يحتقر صلواتهم. فيكتب هذا للجيل الآتي، ليهلل له الشعب الذي سيخلق. الرب يشرف من علاء قدسه، ومن السماء إلى الأرض ينظر، ليسمع تنهدات الأسرى ويفرج عن أبناء الموت. فيحدث في صهيون باسم الرب،
ويهلل له في أورشليم. حين تجتمع الشعوب والممالك تجتمع معا ليعبدوا الرب. أضعفت في طريق العمر قوتي وقصرت يا رب حياتي. أقول إلهي لا تنزعني وأنا في عز أيامي. وأنت إلى منتهى الأجيال سنوك، من قديم أسست الأرض والسموات من صنع يديك. فهي تبيد وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، وكاللباس تعيرها فتتغير. أما أنت فلا تتغير، وسنوك يا رب لن تفنى. بنو عبيدك يسكنون آمنين، وذريتهم تثبت أمامك. لخي وشبح الله بارخ مور. السلام لك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن خطأ الآن في ساعة موتنا. يا رب ننتهي صلاتنا بهاي الليلة ونقول لك يا رب السبح لإلك والتسبيح، أيها المخلص اللي صام بإرادته وقبل التجارب من أجل خلاص جبلته، وبصوم وأعتقنا من لعنة المعصية وأعطانا الغلبة على إبليس الكذاب، ومهد الطريق السماء أمامنا، وسلمتنا يا رب صليبك المحيي سلاحا ماضيا لخلاصنا، سلمتنا أن نرتقي به فيه إلى السماء. من أجل هذا يا رب نسجد لك ونحمدك شاكرين، نقدم إليك العبادة اللائقة ولأبيك وروحك القدوس في هذا الوقت يا رب وفي كل الأوقات. يا رب يا من بنعمة أزلية خلقتنا من العدم وخلقت كل الكائنات، وزينت الإنسان بأرفع المزايا وأجمل الصفات، فجعلتنا بعقل وناطقين، وسلمتنا الشريعة الأولى ونقضها الإنسان وخضع للموت بإرادته. أبتي رحمتك لا تجعل العالم يهلك أولادك، فأرسلت ابنك الوحيد لإنقاذنا، وبعثت الأنبياء الواحد وراء الآخر، أعطيت موسى السلطان صنع المعجزات، فرسم صورة الصليب المقدس الفائق إدراكه لما تفاقمت لسعات الحياة لشعبك بسبب خطاياه، حيث يا رب أمرته أنه يصنع من النحاس حية، وكل من بنظر إليها الملدوغ بنال الشفاء. وبعدين يا رب رسمت صورة الكنيسة المقدسة اللي يا رب عندما نصب بأمرك الإلهي المسكن في وسط المحلة، وهيك يا رب أقمت إلك وسطاء في كل الأجيال ليكونوا يا رب كارزين بابنك الوسيط الأكبر، ابنك يسوع المسيح أكبر إخوتنا كلنا، اللي يا رب تجسد من البتول الطاهرة وتوسط ما بينك وبيننا بين البشرية. اليوم يا رب وهلأ يا من جعلت الصليب واسطة لخلاصنا، أقمنا يا رب في وسط كنيستك، افتح أبوابه من جديد عشان شعبك يرجع يعرف خطاياه ويتوب ويرجع بتواضع وانسحاق، ويقيم يا رب قدام حي النحاسي في وسط المحلة عشان ننحني جميعنا ونحني أعناقنا ساجدين لإلك للي صلبت عليه على الصليب من أجلنا من أجل تحيينا. ونحن يا رب واثقين أن لدغات عدونا المميتة ما هي شيء أمام صليبك، وأنت رح تنجينا لأنه علامة غلبتنا ورمز حياتنا وهي موضع فخرنا. عشان هيك يا رب نحن دائما نرسمها على جبيننا لنكسر فيها شوكة أعدائنا، وإلك يا رب نتضرع بجاه مرارة الآلام المهلكة اللي بتعتقنا والآلام متحملة من أجل يا رب خلاصك اللي أعطيتنا إياه، من أجل نثبت فيك، من أجلك نحسب يا رب كالغنم للذبح. يا رب إذا حسبنا هي ولا شيء قدام ذبيحتك على الصليب. أطرد الأفكار السمجة من قلوبنا وأذهاننا، طهر يا رب طهرنا من كل ما بدنس صومنا، خلصنا من آفة الحقد القاتلة والغضب، واغسلنا من دنس الشهوة المحرقة، واسكرنا يا رب بخمرة محبة ابنك يسوع، واجعلنا شركاء معه
بواسطة القربان الأقدس أهلنا يا رب عشان سبحك بغير فتور في وسط بيعة الأبكار والشريم السماوية مع ابنك وروحك القدوس. يا رب تقبل منا الصلاة في هالليلة وأعمالنا في هذا اليوم، واجعلنا نستريح في ليلة مقدسة، نستريح في أحلام هادئة، أفكار هادئة، نوم يا رب بسيط من أجل نقوم بقوة ونرفع يا رب كل تهليل وتسبيح لإلك، لأنك صالح مع أبيك القدوس السماوي وروحك القدوس، نحن وكنيستك وأولادك جميعا ليتمجد اسمك القدوس من الآن وكل أوان دهر الداهرين. آمين. قري ليسون قري ليسون قري ليسون موران ثراحم علين موران حسراحم علين موراني وراحم علين شبحولك موران شبحولك موران شبحولك صبران لعبدك. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن خطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. يا رب أنت راعينا، نحن نسلمك حياتنا، مطلب منك للذين هلا بيقوموا يا رب لنهارهم الجديد، مطلب منك بركة وحماية لهم، احرسهم من كل سهام إبليس، جدد حياتهم، جدد أفكارهم، اجعلهم ملتصقين فيك. ونحن الذاهبين يا رب للنوم، اجعل نومنا هادئ مقدس، فيه فقط نحلم فيك، نفكر فيك، من أجل نلتقي فيك في الصباح يا رب، ونمجد اسمك القدوس بشفاعة العذراء مريم وجميع القديسين. يتبارك اسمك القدوس من الآن وكل أوان دهر الداهرين. آمين.